من ساعة ما نزل ألبوم الديفا سميرة سعيد وهو كل يوم بينزل فيديو خاص لأغاني ألبومها، وطبعا أبطال الكليبات دي بيكونوا من محبين سميرة سعيد، ويمكن كل يوم تقريبا الديفا بتنزل على صفحتها على فيسبوك فيديو جديد بيبعتوه ليها معجبيها. وطبعا الفيديو اللي بقى منتشر ويمكن كلنا شفناه على السوشيال ميديا بقاله أسبوع أو أكتر هي أغنية محصلش حاجة، واللي طبعا كلنا عارفين كلامها. طيب الفيديو اللي نزل كلماته احنا عارفين اللي هي ايه، الاغنيه الاساسيه بتقول ايه؟ واديني سبت واهو ما حصلش حاجه، الكلام بقى ايه؟ اديني اكلت كتير اهو ما حصلش حاجه. الحقيقه الفيديو ده حقق نجاح كبير جدا، وصل عدد مشاهداته حوالي 3 مليون، يعني ده كتير جدا. البطلتين بقى بتوع الفيديو هم امنيه سلامه وهي ممثله مسرح، والتانيه هي واحده اسمها مي وهي شاعره غنائيه، وكمان بتمثل هي وامنيه على مسرح الروابط، وكمان ساقيه الصاوي. واديني كلت كتير اهو ما حصلش حاجه، مكرونه فته فراخ ومحشي وكل حاجه، مش عايزه اخس وعد كالوري بلاش سذاجه، لا مش حاسه ان انا تخينه، مش سايبه حاجه في حالها حتى لو سميطه، ولو قاعده بتسلى بكرومبا وقرنبيطه او حتى كومبو ولا بيتزا او فاهيتا، حتى الاكلات العجيبه، بالعكس حتى انا رحت جبت هدوم جديده، اكبر بنمره وعادي لابساها وسعيده، هاكل جيلاتي واحط صوص شوكولاته بيضه وصينيه حلويات شديده.